لقاء حاولوا من خلاله مقاربة الموضوع من جوانبه وتأثيراته الاجتماعية. عبد الحفيظ القادري، زينة إتلامين، ورشيد العتابي. اللقاء الذي أشرف على تنظيمه نادي نجدة والأطفال بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة شكل فرصة لمقاربة موضوع الطفولة في وضعية صعبة بغية تكريس الالتزامية الاجتماعي لطلبتي المدرسة، ومن خلالهم طلبة جامعة محمد الأول بوجدة تجاه قضايا المجتمع والطفولة بشكل خاص. المجال الجامعي في المغرب محتاج العديد من الإسهامات، وخاصة تجي منا لحقاش احنا طلع المستقبل تيخصنا نعطيو ان شاء الله القدوه ونهضوا بهذا الجيل الجديد في واحد الطريق ان شاء الله اللي مزيان. هذه الامسيه باش اللي عارفين فاعله بزاف ديال الفاعلين الجمعويين في المنطقه، باش نحسوا الناس نتاع وجده بضروره الجمعوي في مدينه وجده والاثار ديالو على الاطفال في وضعيه صعبه. التظاهرات تاتي ايضا لتجسيد انفتاح المؤسسه على محيطها الاجتماعي والاقتصادي من خلال مجموعة ورشات من تنظيم الطلبة. الطلبة الآن بهذا الالتزام كيعبروا على الحس الوطني ديالهم وكيمشيو في اتجاه استراتيجية الموضوعة على الصعيد الوطني فيما يخص عدد من القضايا ومنها قضية ديال الطفولة. للإشارة